بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير وحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت. ننطلق معاكم في هذا المساء الجميل كل ثلاثة وأربعة وخميس على الهواء مباشرة، وبرنامجكم مسائي فقرات متنوعة وأيضا ضيوف مختلفين ومتنوعين. ناهيكم على الواتساب الخاص بالبرنامج اللي هو 6509554 هذا الواتساب وضع لكم أنتوا بالدرجة الأولى أي مواضيع حابين تطرحونها تقترحونها في هذا البرنامج. بالتأكيد الإخوان بالكنترول والمعدين على وجه الخصوص راح يأخذونها بعين الاعتبار، وضيوفهم يكونوا موجودين معنا على الهواء ونناقش الموضوع اللي أنتوا طرحتوه. وأيضا نشكر الإخوان اللي دائما يتواصلون معنا ويطرحون مواضيعهم ونناقشهم ونرتب مع ضيوفنا اللي يتواجدون معنا ويلبون هذه الدعوة، مشكورين. أي شيء تشوفه سلبي ممكن تصوره وترسله على رقم الواتساب الخاص فينا ونعرضه ونناقش المسؤولين المتخصصين بالموضوع نفسه. شيء إيجابي أيضا نتوجه لهم بالشكر على اللي قاموا فيه واللي نفذوا. هذا هو رقمكم أنت واللي هو 6509554. مواضيع مختلفة متنوعة اليوم، حلقتنا مليئة بالمحطات وهي محطات أو أول محطة اليوم محطة مهمة رئيسية راح نتكلم عنها وهي محكمة الأسرة. هذه راح تكون البعض يراها أنها هي طوق نجاة للمرأة وتحديدا للمرأة المطلقة، والبعض يرى بأن طوق نجاة للأسرة بشكل عام، والبعض الآخر يرى نوع من البيروقراطية الجديدة ونوع من بعض المحامين يرفض هذه المحكمة وهي محكمة الأسرة اللي هو قانون 12 ل 2015 اللي راح يطبق هالسنة أو ما راح يطبق، لأنه مرتبط بإنشاء هذه المحاكم الخاصة بكل محافظة. راح نناقش هذا الموضوع بشكل واضح ومسلم إن شاء الله في حلقة الليلة. محطتنا تسلزم يعني وقوفنا محطتنا الثانية اليوم كلنا ككويتيين احترام وفخر وتقدير لضيفتنا لحصولها على المركز الأول في مجال المرأة للنفط والغاز. منو هي ضيفتنا؟ راح تتعرفون عليها اليوم فتابعونا إن شاء الله. وشكرا لها، هي المفروض كانت معانا الأسبوع اللي فات لكن عندها تكريم. وين تكريمها؟ تكريمها باليابان. كنا لا يبا روح التكريم، واحنا ان شاء الله تكونين معنا هنا موجوده الاسبوع هذا وهي على الهواء وراح نتكلم معها عن هذه الجائزه واهميتها. ايضا محطه الوداع لجفاف البشره في فصل الشتاء مع المتميزه في مجالها دائما اخصائيه التجميل العلاجي جينا الكعكي راح تكون معاكم الليله. وايضا لحواء فقره تمها في عالم فن الاكسسوارات والمجوهرات، وضيفتنا لها اسمها كاسم اكسسواراتها ومجوهراتها في هذا المجال، محطه تهم الكل النساء بالدرجة الأولى في هذا الموضوع. راح أمثل اليوم، راح أحاول قد ما أقدر أطرح تساؤلاتكم مع ضيفتنا الكريمة. اليوم راح أتبادل الأدوار ونتبادلها في مع ضيوف. أنا راح أكون الضيف وهم راح يكونون مقدمين هذا البرنامج. راح تكون في ختامها، في ختام مساء الليلة ختامها مسك معاهم، راح تكون حفلة راقية جميلة على مستواهم الجميل والمتألق. جملوا الكويت، جملوا الخليج، جملوا الوطن العربي، الكل يحاول يقتنيهم ويحصل عليهم، الكل يحاول أن يكون موجودين معه لتميزهم. فإحنا نشكرهم لقبولهم هذه الدعوة واليوم موجودين معنا. من هم؟ راح أتعرف عليهم الليلة إن شاء الله، وهم يعني مشاهير تبارك الرحمن في كل مجال. اليوم ويانا هؤلاء المشاهير الخمسة، خمسة ولا ستة مروة؟ خمسة راح يكون معنا إن شاء الله. شلون راح يسيطر عليهم حسين مخرجنا؟ حسين بطل كعادته دائما مسيطر على الاوضاع. نشوف مخرجنا مع شبابنا الليله اللي راح يكونوا موجودين في ختام هذه الحلقه. قبل ما نبلش معاكم ونبتدي تحركنا بمحطاتنا ومع ضيوفنا ننطلق معاكم القطار، راح اترككم في اول محطه وهي المحطه للفنانه التشكيليه الرومانيه جورجيتا. كانت لنا هذه التغطيه ونرجع لكم لا تبعدون. De asemenea, sunt încântată de această, realmente această sală extraordinară și deosebit de frumoasă de expoziție, sală în care am prezentat 20 de lucrări, 20 de lucrări reprezentând 3 dintre temele mele preferate.
أنا سعيد في تواجدي في هذه الصالة في ضاحية عبد الله السالم، وهي صالة راقية جدا، ويسعدني إني أبرز أعمالي ولوحاتي في هذه الصالة. Sunt prezente în această expoziție câteva lucrări reprezentând ca teme având temele muzicale, deoarece muzica a fost în familia mea un lucru extrem de apreciat și de iubit, așa încât am câteva lucrări de câteva reprezentări de violoniști, de saxofoniști, în general de instrumentiști. أنا أنحدر من عائلة موسيقية، ويلاحظ في جميع أعمالي الموسيقى ممزوجة بالرسم. أفراد عائلتي بيعزفوا على مجموعة من المواد الموسيقية، منها الساكسفون ومنها الجيتار ومواد أخرى موسيقية. De asemenea, sunt câteva naturi statice cu flori sau naturi statice cu diverse obiecte și de asemenea câteva un număr de trei, de fapt un triptic, un număr de trei peisaje. يلاحظ ايضا في اعمالي اضافه للموسيقى الزهور، استخدم الزهور كثيرا، دليل على الطبيعه الجميله، ولي نظره في لوحاتي في مزج الموسيقى بالزهور. După cum v-am spus, sunt extrem de fericită să mă aflu în țara dumneavoastră. Sper ca și țara aceasta să mă inspire în crearea unor lucrări legate de locurile dumneavoastră frumoase, de oamenii dumneavoastră minunați. أنا سعيدة مرة أخرى لتواجدي في الكويت، وأتمنى أن تكون زيارة موفقة، وأتمنى أن تلاقي لوحاتي إعجاب هذا الجمهور الكريم الكويتي. مناسبة يعني التنسيق والعمل المشترك ما بين دولة الكويت وجمهورية رومانيا في مجال العمل الثقافي المشترك، واحنا في اطار يعني مختلف الدول اللي كانت اجنبية كانت عربية وكانت خليجية، نحاول قدر الامكان ان نقدم ابداعات الفن الانساني في مجال العمل الثقافي بمختلف الوانه، ان كان على مستوى المسرح او موسيقى او فنون تشكيلية. وانا اعتقد ان يعني في اطار العمل المشترك مع رومانيا قدمنا هذا المعرض الجميل المميز، سعينا منذ فتره طويله يعني منذ تقريبا شهر مارس الماضي عام 2015 ان تاتي هذه الفنانه ذي الكويت وتقدم انتاجها الابداعي المميز في مجال الفنون التشكيليه. تصميم الإكسسوارات والمجوهرات فن يحتاج إلى دقة وإتقان، ولا تأثير كبير في زيادة أناقة المرأة، خصوصا فيما يتناسب مع نوعية أزيائها والمناسبة بالتأكيد. راح أتعرف على هذا الجانب وعلى هذا الفن مع ضيفتنا المميزة والفنانة في هذا المجال، وهي مصممة المجوهرات الأستاذة رندا الطباع. مساء الخير أستاذة رندا. مساء الخير. حياك الله وسعيد بلقاء معك. اهلا وسهلا. اهلا فيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هذه يمكن اول زياره حق الكويت؟ لا، هيدي ثالث زياره للكويت، بس هيدا اول معرض لي بالكويت. اذا المعرض هو اول معرض بالكويت؟ اول معرض بالكويت. زين، وين اخترتوا المكان؟ اخترنا الاسطوره، كنت عم فتش على مطرح معروف مشهور فلقيت الاسطوره، هو شيء مناسب وجميل مناسب يعني. نعم، وهن عرضت عليهم تصاميمي حبوهم كثير، واتفقنا انه نتعامل سوا وعملوا لي اول معرض. لحتى ليش اخترت الكويت؟ اولا الكويت انا زرته اول مره، كثير كثير حبيته، وحسيت الكويت عنده تراث، هيدا عجبت فيه كثير كثير، تراث، وحبيت الشعب الكويتي كثير.
يعني افهم من كلام حضرتك انه ممكن ان اغلب اكسسواراتك يعني يطغي عليها جانب التراث او متعلق بالجانب التراثي. جانب التراث مضبوط. وقمت بمجموعه كامله بدأت فيها ببيروت، هي كانت سموار ان بيروت سميناها. وبعدين حبيت بما انه الكويت كمان عنده تراث لإله، قلنا ليش ما فكرنا ليش ما بنعمل كمان سموار ان كويت، وهي عبارة عن شوارع من شوارع الكويت وأحياء. إذا وين الولد الإنسان ووين تعرف على كل هذا موجود بالإكسسوارات، يعطي هذا الإيحاء. نعم، يعني مترجمتها على هذه التصاميم، عملنا خرايط خريطة فيها الأحياء تبع الكويت. الله، هيدي بيان. هذا الحين بيدك بيان؟ نعم بيان بالقطع مالها، بقطع بيان كلها، قطع قطع قطع، مش كلهم، أحياء منهم. والواحد إذا حسب نعرف من الكويت بحبوا العائلات كلهم يجتمعوا سوا. نعم. وبحبوا البيوت وبيعيشوا كلهم سوا. احنا نسميها الزوارة. الزوارة. إيه؟ فكرنا بهالطريقة إنه كل واحد عنده ذكرى من هالشيء بحب يعلمها بمطرح معين من كذكرى، يعني كذكرى. كذكرى جميلة صراحة، أفكار جميلة. هذا كله استوحيتيها من الثقافة الكويتية اللي موجودة عندنا. رد فعل الزباين اللي زاروك والله حبوها كتير، لقوا فكرة إنه عزيمة. وهيدي بتضل ذكرى لكل واحد بيقدر يعملها، إنه كبندنت، كعقد، كأسوارة، للمفاتيح كمان. جميل. عملنا ما خليتي شيء، ما خليتي شيء، يعني مرضية لجميع الأذواق، للجميع وكل أحياء. هل في أعمار معينة أيضا بالنسبة لتصاميم الأكسسوارات، أم هي فئة الشباب من البنات؟ لا، في أعمار مختلفة، لأنه حسب كل إنسان فينا نرسم نصمم شيء بخص لإله، لشخصيته يلبق معه. حسب هو للرجال كمان عملنا أشياء صغيرة هيك، أو أساور كاملة حفرنا عليها، ما عملناها هيك، حفرنا عليها. يعني ممكن تتعرفين على الشخصية من قعدتك معاها وأسئلة وأجوبة، وأنت من خلال حوارك مع هذه الإنسانة صح تستوحين أنت فكرة معينة تكون قريبة لشخصيتها. صح. جميل. الفن هذا نبي نتعرف على قصته معك أستاذة رندا، شلون بدا وياك؟ شو فن الاكسسوار، فن التصميم، فن كذا، مع مع مع, مع رندا الطباع، كيف بدأت معك هذه الفكرة وهذا الفن؟ أولاً أنا نرجع معك الماضي شوي. أنا ربيت بهالشيء، أنه نحن عنا بالعائلة منذ منتصف القرن التاسع عشر. نحن من جدي كان بالصياغة، والوالد نجيب الطباع كان هون كمان، عنده محل هون، وكان معروف برفاهة دقة صياغته ورفاهة تصاميمه، وكان شيء طبيعي انه انا اتعلق بهالشغلة وحبها. وتعلمت المهنة بمعهد، التحقت بمعهد بباريس، تعلمت يعني مع الموهبة صقلتيها بالدراسة، بس دراسة بباريس، تعلمت الصياغة والتصميم وحفر على الشمع، وبعدين اشتغلت بمؤسسة كانت تعمل لعروض، تعمل تحضر عروض الأزياء للبيوت الكبيرة، بيوت مثل الجار وإلى آخره، وكنا نعمل لهم نحضر العروض للأزياء ونعمل الحلا ونعمل كل شيء. الأحجار والمعادن اللي تستخدمينها شنو هي بالضبط؟ بستعمل الذهب، وبستعمل الذهب الأبيض والأصفر والروز جولد، وبستعمل كمان كتير الخشب، خشب العود، البخور. هلا انتو هيدي خشب العود ما غيره؟ خشب العود، نعم. هيدا صممين فيه؟ اعمل هلا هون في ما بعرف اذا هن ممكن عند الاخوان بالكنترول اللي يجهزونه. بزيد له الذهب وبزيد له الاحجار الكريمه كمان، وهيدا جزء من تراثكم، هو جزء لا يتجزا من تراثكم وتقاليدكم. وانا عملته مثل كانه تحدي لإلي، انه اخلق له حياه جديده واعطيه حياه جديده، حتى كل انسان يقدر. نعم. يعني المرأة لما بتلبس المجوهرات تكون العطر فيه بقلبه وتستفيد من عطره كل طوال النهار.
الأحجار شبه كريمة. نعم. يعني شو المقصود إن تستخدمين أحجار شبه كريمة؟ شبه كريمة هي أكتريتها الأحجار الملونة. الملونة. هي بسموها شبه كريمة لأنه هي أولاً عندها الحلو فيها أنه عندها ألوان مختلفة كتير، مش بس الزفير والزمرد والهيدا، وعندها أشكال مختلفة، وهيدا الحلو فيها أنه بتفسح للمصمم أنه يروح لأقصى أبعاده بالتصاميم. نعم. ويقدر يروح يعني لأبعد شيء ممكن بالتصاميم، طالما بس الأحجار الكريمة بتحد شوي من التصاميم لأنه أسعارها كتير مرتفعة. مرتفعة، لكن اللي عند حضرتك ممكن تكون متناول الجميع. متناول الجميع. الجميع يقدر يحصل عليه، وشكل جميل وبراق. نعم. ويجذب العميل أو الزبون. فينا نعمل كتير إشياء تصاميم مختلفة وديزاين، يعني بيقدر تروح لأبعد لأقصى الخيال. وبالنسبة للأحجام، هل هي فقط أحجام ممكن على الإيد، أحجام بس على الرقبة، ولا ممكن الأحجام تأخذ أكبر من كذي؟ من كل شيء فينا نقول أحجام، فيها تكون كمان كبيرة وصغيرة حسب وعلى كل شيء، للحلق وللعقودة ولل. الوقت إيش كثر يأخذ وقت التصميم؟ بيقدر يأخذ تقريبا جمعة أو جمعتين من الأول للآخر. وشايف الناس الآن إقبالها أصبح كبير على الإكسسوارات؟ نعم. البنات صاروا يقبلون على الإكسسوارات أكثر ولا الذهب أكثر شيء؟ الاثنين، لأنه كمان الذهب فينا نشتغله بطريقة نعمله أرفع شوي تكون أقل وزن وأقل تكاليف يعني للمرأة، وفينا نشتغل أوقات بحتاج أشتغل فضة إذا قطعة كبيرة كتير وممكن تكون تقيلة، بس الأكسسوارات كتير عم بحبوها لأنه بتجمل المرأة أكتر، وهيدا يعني أكسرا تستعمله ل. نعم. لأناقتها، لأناقة المرأة. طلب غريب، يعني أحد مثلا الأخوات طلبوا منك طلب غريب استغربتي بالتصاميم، أو أضافوا لك فكرة جديدة على التصاميم والإكسسوارات، هل صادفتي هالشيء؟ بعد لهلأ لا، وعلى كل حال هيدا تحدي حلو يكون لإلي إذا حدا طلب مني شيء غريب. جميل. بحب التحدي. جميل. أستاذة رندا الطباع، مصممة المجوهرات، كل الشكر لك، وسعدت باللقائي معك. إذا حابة من رسالة أو من كلمة تفضلي الكاميرا. بحب بس أتشكر الكويت وأتشكر الأسطورة أنه فسحت لي المجال أنه أعرف على نفسي وأعرف على تصاميمي، لأنه بعتقد أنه تصاميمي غير مألوفة، وبحب يعني ألفت الأنظار أنه أكتريتها إكسكلوزيف مميزة، مش ما بعمل كميات كبيره. حلو، يعني الشكل اللي تعملين قطعتين ثلاثه قطعه 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 اكثر. شكرا جزيلا. شكرا لك. كل الشكر لضيفتنا الكريمه. راح ننطلق معاكم الان مشاهدينا ونسترجع وياكم شنو صار بالمبادر يوم السبت اللي فات بتلفزيون دوله الكويت، ومنهم من المبادرين اللي بدا التركيز صار عليه عالي، وينال على شنو؟ مو الجائزة أو المركز الأول لا للحين، بس لا ماخذ إعجاب لجنة التحكيم. خلينا نشوفه معاكم ونرجع لكم إن شاء الله. سيعرض المبادرون قضية مهمة ومحورية في أي مشروع تجاري، وهي قضية التسويق. هل عندك مميزة بالسعر عن السوق؟ نفس ما إن شاء الله أن المشروع هذا راح يكون باب رزقه حلو إن شاء الله. سعر الديزل راح يزيد 120 فلس. تركيزك على المادة القيمة وعلى المادة الأولية، يعني قاعد تركز على البي بي سي واليو بي بي سي أكثر من خلق منتج. دكتور أنا قلتها أول يوم جيتكم فيه، قلت لكم أنا أبي اسمي يقترن مع مادة في بي بي سي، وين دور دايركتلي أنت يطري لك بي بي سي. لأول مرة تذكرها أنك راح تسمح للزبون أن تأخذ تصميمات من يريدها الزبون اللي هي الكاستم بيلت، هذه قضية جوهرية في الاستراتيجية وما إليه. عفوا دكتور، التكلفة هي نفسها، لأن هي المواد الكيميائية هي نفسها، ولكن البروسيس اللي راح يتغير، يعني طريقة مثلا خلطها أكثر، التكلفة اللوجستية في البيع وما بيع وما إليه. البروسيس معناته في ترانزيشن تايم، تغير من خلينا نقول من جريد معين إلى معين، هذا بعد ويست. صحيح صحيح. أنا لقيت أي تولز أو أكشن تكلمتي عنها بالخطة الخاصة بالاستراتيجية التسويقية من خلال وذا شوية اكزامبل يعني أو البزنس اللي راح يكون إنه هذه الحاوية عندما يتعامل معها الفرد راح يعود هناك عائد مادي يرجع للفرد نفسه.
مشاكل الجلد والبشرة بالشتاء يعني كثير تأرق النساء والرجال وأيضا الأطفال والكبار، لكن مع خبيرة متميزة مثل أخصائية التجميل العلاجي جينا الكعكي ما في قلق ولا في خوف ولا في أي انزعاج من الأمور. تبغوا تعرفون الطرق العلاجية؟ تابعوها في هذا التقرير الجميل ونرجع لكم إن شاء الله. فصل الشتاء وهو من الفصول القاسية على البشرة، فهي معرضة للجفاف والتقشر بفعل تعرض الجلد لتغيرات الطقس من بارد إلى ساخن واستعمال المياه الساخنة في غسل الوجه وعدم تناول الأغذية الصحية المفيدة للبشرة اللي بالنهاية تتسبب في جفاف الجلد وظهور القشور البيضاء أحياناً. ومن المعروف أن جفاف وتشخخ البشرة من الأمور اللي تسرع في ظهور علامات شيخوخة البشرة على الجلد. جفاف الجلد قد يكون مشكلة مؤقتة ولكن من الممكن أن تكون مزمنة، ولكل هذه الأسباب لابد من الحفاظ على بشرتك، لذا يتطلب تغيير روتينك وتكثيف العناية بالبشرة في فصل الشتاء، لأنه الفصل اللي يكثر فيه مشاكل الجلد ويعزز من خطر الإصابة بالالتهابات والإحمرار المسببة على المدى البعيد للتصبغات الجلدية والبقع البنية. لكن تقدرين تتفادي كل هذه المشاكل الجلدية بالشتاء مع جينا الكعكي خبيرة البشرة. يسعد مساكم مشاهدينا، طبعا بما أنه عودناكم على فقرات خاصة بالجمال والتجميل وبما أنه نحن هلأ دخلنا على فترة مرحلة الشتاء، فطبعا البشرة دايما بتعاني من مشاكل معينة خلال فترة الشتاء. من خلال هالبروغرام والريبورتاج رح نورجيكم كل شيء ممكن نعمله لنخفف من حدة هالمشاكل وكيف نتعامل معه، كيف ممكن إذا البشرة واجهت مشكلة جفاف تعالجها بشكل سريع، ومين هي البشرات اللي هي عرضة لأنه يصير عندها مشاكل الجفاف، وشو العواقب اللي بتصير من بعد ما يصير مشكلة الجفاف بالبشرة. بما أنه بنعرف نحنا أنه الكويت طبعاً الجو فيها شوي بيكون جاف، فنحنا منحاول قد ما فينا نعود نسبة الترطيب بالبشرة. الجفاف ما له عمر، ممكن يكون من عمر 12 سنة لمرحلة يعني ما بعد الخمسينات مثل ما بنقول. والسبب طبعا الرئيسي لمشكلة جفاف البشرة هو سوء استخدام أنواع الغسول اللي بيستخدمها الإنسان بشكل يومي. طبعا أول مرحلة لنعالج فيها مشكلة الجفاف إنه نحن نختار الغسول المناسب، لأنه الغسول المناسب هو اللي بيرافقك لمدى النهار. فنحن بالبداية نستخدم غسول مناسب للبشرة، نرجع بعدين نستخدم ترطيب. كتير مهم الترطيب يكون بيحتوي على نسبة بانتينول وحمض الهايلورونيك أسيد، لأنه حمض الهايلورونيك أسيد بيختزن بالبشرة نسبة مواد ترطيبية عالية. فنحن دايماً أنواع اختيار الترطيب اللي لازم نشتريها من أي مكان، سواء من الصيدلية أو من أي مركز تجميل، دايماً نركز على نوع تركيبة المرطب. دايماً المرطب لازم يحتوي على اشياء معينة: حمض الهايلورونيك أسيد، البانتينول، فيتامين إي، وتكون نسبته عالية كمان بالمرطب. عشان هيك دايما بحاول ركز بمرحلة الشتاء، وخاصة المراجعين اللي بيجوا لعندي على العيادة ممكن تكون بشرتها دهنية وفجأة تقلي أنا مستغرب إنه أنا بشرتي دهنية كيف صارت جافة؟ بسبب طبعا تغير المناخ وبسبب تغير نسبة حتى برودة المي بتنخفض وإن هي عم تستخدمها بشكل يومي. فنحن بهالمرحلة شو بنعمل؟ بنحاول إنه نركز على الغسول، نركز على المرطب بشكل يومي، وخاصة الحماية. نحن الحماية اللي بنعتمدها دايما بمركزنا بالعيادة هيلث كير كلينيك هو فاسكودرم فوتو كوركتينج وفوتو سان بروتكشن. عشان هيك نحن دايما منركز انه البيشنت او المراجع عنا لازم تهتم بنوع الحماية اللي هي لازم تستخدمه. من خلال تجربتنا طبعا رح نورجيكم بالريبورتاج اللي حنعمله كيف منعالج بالعيادة مشاكل البشرة بشكل حلو وسليم ويعطيكي نتيجة حلوة ويخفف نسبة المشاكل اللي عندك إياها بالجفاف.
طبعا هلا رح نبلش بخطوات ومراحل علاج البشره الجافه. ومثل ما بنعرف طبعا البشره الجافه بيظهر فيها بعض العوارض اللي بتثبت لنا انه البشره صار فيها مشكله جفاف. من هاي العوارض هي ظهور نمش بسيط او خطوط رفيعه حوالين منطقه البشره. فنحن هلا رح نورجيكم خطوه بخطوه طريقه العلاج، بتمنى تعجبكم. طبعا رح نقلكم من خلال العلاج عكس عن غيرنا طبعا بالشرح، رح نقلكم على المنتجات اللي نحن رح نستعملها وكيف انتم ممكن اذا حابين تقدروا تحصلوا عليها من خلال العلاج طبعا. يلا we will start. طبعا كتير مهم نبلش بمرحلة تنظيف البشرة. تنظيف البشرة دايما البشرة الجافة لازم نتجنب تماما الصابون، ولازم يكون طريقة غسول البشرة بأي مواد دسمة، يعني مثل مثلا كريم. نحن بنستخدم كلينزر خاص، بنعمل عملية مساج. طبعا البشرة اللي قدامنا فيها بعض مشاكل الجفاف اللي هي تصبغات حوالين منطقة الفم وظهور بعض مشاكل المسام الصغيرة والنمش حتى. فنحن خلال الاستخدام بالبيت لازم نستخدم الحليب. الحليب هو أفضل علاج للتخلص بشكل سريع أو بدايات التخلص من مشكلة الجفاف. مساج بسيط وسطحي حوالين منطقة العين. يفضل دايما استخدام الشاش الطبي لإزالة الحليب لأنه بيكون أسرع وبيقلل سبب ظهور مشاكل أو جروح بالبشرة. الكلينيك ساعات أو استخدام القطن ممكن ما يريح الست، بينما الشاش فهو بالوسط رح ينظف بشكل سريع ويتخلص من مشكلة يتخلص من الرواسب الحليب اللي موجودة أو الغسول. وطبعا هو اللي أكتر شي نحنا بنستخدمه بالعيادة. وبعد هيك بنستعمل التونيك. كمان التونيك اللي لازم نستخدمه لازم يحتوي على مواد خاصة منا الجلاسرين. ومن خلال التونيك او اللوشن الخاص اللي بيحتوي على مواد الجلاسرين كتير مهم انه يكون خالي من الكحول، الكحول فري. هيك بنكون اتاكدنا انه الحليب او اللوشن او الملك اللي موجود على البشره كله نظيف. نرجع للعلاج الأساسي طبعا بعد ما صارت البشرة نظيفة وكلين وبيور، ما بننسى ننظف محيط منطقة العين. بنبلش طبعا بالعلاج الأساسي اللي هو كيف بدنا ندخل مواد الترطيب والتغذية على البشرة. طبعا في كتير ناس ما بحبوا الإبر، فنحن ابتكرنا طريقة جديدة طبعا من خلال دراسات كتيرة عملناها انترناشنال على أفضل وأحدث الأجهزة اللي موجودة بالسوق العالمية، بحيث أنه تدخل المواد بدون إبر. وبنستخدمها لإدخال المواد بدون حقن. طبعا هيدا الشيء مريح اكثر وما في الم، بس بتحس ببعض الوخزات البسيطه اللي بتكون على البشره، بس منها مزعجه وما فيها اي الم. نبدا بمنطقه الجبهه بعدين ننزل، لانه منطقه الجبين دائما هو اكثر المناطق بالبشره اللي بصير فيه جفاف. منطقة رقيقة تعتبر مثل طبعا محيط منطقة العين. كرر انه هيدا العلاج منه محتاج لأي إبر نهائيا، بالعكس بعد العلاج رح تحس
حست انه احتمال شوي صار عندها خدود واضحين، لانه مادة الهايلورونيك اسيد بتعوض نقص المي بشكل كتير كبير بالبشرة. ففي بعض المراجعين عنا حسوا انه صار او ظهر عندهم خدود طبيعية بدون حقن. نلاحظ خلال الجلسة ظهور بعض الإحمرار البسيط، وهيدا بدل إنه الدورة الدموية بلشت تمتص المواد اللي عم نحطها على البشرة من خلال الجهاز المستخدم. طبعاً هيك انتهينا هلأ من الخطوة الأساسية اللي هي إدخال المواد الهايلورونيك أسيد. طبعاً الهايلورونيك اللي نحن بنستخدمه هو براند كتير عالمي اسمه إبسا. طبعاً هيدا البراند دايماً بيختار أفضل أنواع التركيبات اللي بيعملها، ومن خلالها طبعاً نحن بنستخدم دايماً أعلى جودة بالمواد لحتى المراجعة تحس إنه هي عندها نتيجة كتير حلوة، وإنها بعد الجلسة حست بشرتها أفضل. طبعاً نحن هلأ رح ندخل على الخطوة النهائية، وهي مرحلة وضع الكريم اللي كمان بيحتوي على حمض الهايلورونيك أسيد. ماركة إبسا فيسكودرم كريم رائع جداً. كتير مهم خلال مرحلة العلاج اللي بنعملها إنه الدورة الدموية بتصير تاخد نسبة أكسجين أعلى، وهذا الشيء بيعطي البشرة نضارة كتير حلوة. إذا منلاحظ البشرة قبل ما نبلش العلاج وبعد ما نكون خلصنا العلاج، رح تلاحظوا إنه لون البشرة اختلف تماماً، صار فيها رونق، صارت فريش، كأنه هيك أخد إجازة أو فترة راحة أو أكل مواد فيتامينز قوية. فهذا الشيء اللي هو هدفنا إنه نحن نعمله، إنه البشرة تعوض نسبة الأكسجين بشكل أعلى، يصير في توزيع للسوائل بالبشرة بشكل صحيح وتصير فريش. بعد ما خلصنا وضع مرحلة الكريم نعمل مساج طبعا بسيط كمان لإعادة تحريك الدورة الدموية، وبالنهاية ما بننسى وضع الحماية اللي هي إبسا فيسكودرم فوتو بروتكشن، رائعة جدا، لازم تشوفوها أكيد طبعاً، بوجيكم إياها، اللي هي نحن بنستخدمها بعد كل مرحلة علاجية. بنستخدمها أكتر شيء للي عندهم مشاكل تصبغات الكلف البشرة أو اللي عندهم مشاكل الجفاف، لأنه فيها نسبة ترطيب كتير عالية. بحب كرر إنه موادنا كلها تحتوي على الجليسرين، حمض الهايلورونيك أسيد والبانتينول. موادنا كلها تحتوي على الجليسرين، حمض الهايلورونيك أسيد والبانتينول. البانتينول طبعا هو اللي بيرطب الطبقات السطحية من الجلد مع الجليسرين، والهايلورونيك أسيد بيعمل عملية تغذية للطبقات الداخلية لتكون البشرة فريش ونضرة وفيها نضارة ملحوظة. يعني بهيك منكون طبعاً خلصنا من آخر خطوة اللي هي وضع الحماية، وأكيد رح نعطيها خطوات اللي لازم كيف تهتم بالبيت ببشرتها، كيف تحافظ على البشرة بدون ما يصير فيها جفاف. وطبعاً كتير مهم للبشرة الجافة إنه دايماً تهتم بالفود سابليمنت، بنوع فيتامين معين وخاص نحن بنستخدمه لمعالجة الجفاف. بيحتوي على الكيوتان، الكيو انزيم،
اللي بيعمل عملية إعادة توزيع للسوائل بالبشرة وبيعمل حماية إضافية مع استخدام الحماية الخارجية والسطحية. يعني نحن لما بنحط الحماية الخارجية ما بنكون عم نحمي الطبقات الداخلية والعوارض اللي بتسبب المشاكل التصبغات الداخلية بالبشرة. فنحن عشان هيك لازم كتير مهم نستخدم فود سابليمنت خاص، فيتامين خاص يحمي البشرة داخليا وخارجيا. فبنصحكم بالفيسكودرم بيرلز، كتير مهم لهالشغلة هيدي، خاصة للي بيعالجوا جفاف البشرة أو حتى التصبغات، وبريفنشن للي ما عنده مشاكل. وهلأ انتهينا من مراحل خطوات العلاج اللي قدمنا لكم إياه، وإن شاء الله يكون عجبكم. والبشرة طبعاً الجافة دايماً لازم تهتموا فيها. وهلأ بعد ما خلصنا العلاج طبعاً بتمنى تكونوا استفدتوا وشفتوا الخطوات اللي نحن بنعملها من خلال العلاج اللي بنقدمه بالعيادة بهيلث كير كلينيك، وبتمنى تستفيدوا عليه وتطبقوا الخطوات اللي قلنا لكم عليها بشكل صحيح. وأي ملحوظة حبينا فيكن تتواصلوا معي دايماً عن طريق الإنستغرام أو الفيسبوك أو حتى الويب سايت الخاص فيني جيناكاكي.com. وأهم النصائح اللي بحب أقدم لكم إياها، دايماً تهتموا بموضوع الحماية ومرطب الشمس والسيروم الخاص بالهايلورونيك أسيد، حمض الهايلورونيك أسيد، لأنه هو اللي حيحافظ على بشرتكم ما تكون جافة وما يصير فيها أي مشاكل وتضلها فريش ونضرة على طول. الحماية طبعاً كتير مهمة، اهتمام بمحيط منطقة العين وهيدا كتير مهم لأنه في كتير ناس بينسوه خاصة خلال فترة الشتاء. دايماً نهتم بترطيب العين، المرطب، السيروم، ما ننساهن، ونحاول دايماً نتجنب الماء، ما دايماً نغسل البشرة بالماء لأنه غسيل البشرة بيساعد على أنه البشرة تصير جافة أكتر. نسبة الملوحة اللي موجودة بالماء بتسبب تراكمات بالبشرة وبتؤدي لوجود وظهور مشكلة الجفاف. طبعاً مشكلة الجفاف هي من المشاكل اللي بتسبب ظهور التجاعيد، فعشان هيك بعد مشكلة الجفاف اللي بالبشرة ساعات بعض الناس بحسوا انه طلع لهم تجاعيد حوالين منطقة العين او حوالين الفم او حتى بالخد او الرقبة. فنحن بنقول لهم ما تخافوا، هيدي منا علامات تقدم السن، بالعكس هي ظهور مشكلة الجفاف، بس إذا ما اهتمينا فيها رح توصل لظهور مشكلة التجاعيد المتقدمة والدائمة. فدايماً اهتموا بالترطيب، وأنا دايماً بركز على كلمة الترطيب لأنه هو المشكلة الأساسية والرئيسية خلال فترة الشتاء. أتمنى يكون فدناكم، وبرجع بكرر أي ملحوظة حبينا أنا دايماً قريبة إلكم وبتواصل معكم وموجودة بينكم، ففيكن تتواصلوا معي بأي وقت.17 مادة تهدف إلى حماية الأسرة وتجنبها الدخول بالمحاكم العامة، المحاكم التقليدية، المحاكم اللي نعرفها ونشوفها، الله يكفينا شرهم إن شاء الله، الله يحدنا على المحاكم، أو اللجوء إلى المحاكم المعنية في قضايا أخرى غير الأسرة. 17 مادة هي قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015. هل راح يكون طوق نجاة للمرأة المطلقة، طوق نجاة للأسرة، طوق نجاة للرجل؟ هل مشاكل الزوجين ما بين بعضهم البعض، هل فعلا سنجد الإيجابية؟ هل راح يردون الإحصائيات اللي قاعد نشوفها كل سنة أو الربع سنوية لأعداد المتزوجين بنفس السنة تطليق فيها بنفس اللي تزوجوا اللي طلقوا 52 53 55 60% المتزوجين ب 2015 آخر إحصائية من العدل، اللي تطلقوا اللي تزوجوا ب 2015 وتطلقوا ب 2015 53 يمكن أو 55 بالمئة. عسى الله يصلح الحال إن شاء الله. لكن نحاول نحن نتناقش في هذا الموضوع وفي أدق الأمور مع ضيوفنا المنورين الليلة بالاستوديو. بداية أرحب بالأستاذة إيمان الصالح، وهي مدير إدارة الاستشارات الأسرية بالتكليف. مساء الخير أستاذة إيمان. يا هلا مساء. حياك الله. الله يسلمك. سعيد باللقاء معك. أهلا وسهلا. وأيضا يسعدنا أن نلتقي مع المحامي الجميل والراقي الشاب الأستاذ عبد الله العلاج. مساء الخير أستاذ عبد الله. يا هلا وسهلا. شكرا لك. أشكرك طال عمرك. قانون يفترض أنه يطبق أو لغاية شهر 3 2016، لكنه مرتبط بمباني
لازم تتوفر هذه المباني بحكم بالدستور او بالمرسوم نفسه ان المباني هذه تكون متوفره لغايه شهر 3 26 او 25 22 3 حتى يعمل هذا القانون. في حال عدم توفرها ممكن يتوقف ممكن ما يعمل. شنو الآلية راح تصير الله اعلم. انطلق معك استاذ ايمان وتكلمينا على البدايه عن هذا القانون وهو المحكمه محكمه الاسره رقم 12 لسنه 2015. شنو هو ايجابيات هذا القانون وسلبياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للقانون يمكن انا اشوف اهم المميزات اللي فيه انه تم فصل قضايا الاسره عن القضايا الاخرى الجنائيه والجزائيه والمدنيه والتجاريه، فحطوهم في مباني منفصله وتتصف في مواصفات الاجتماعيه النفسيه اللي تؤدي الى الراحه النفسيه. يعني ايش راح يكون فيها مثلا الناس متاذيه انها داشه مع مثلا المجرمين بنفس المحكمه بنفس الاروقه بنفس القاعه؟ هذا القصد صحيح ان احنا اساسا نفصلهم. قضايا الاسره فيها حساسيه فيها سريه فيها خصوصيه، لما مثلا يروح الزوج او الزوجه المحكمه يبون عندهم مشكله اسريه واصله يمكن مرحله فيها على قولتهم سمعه العائله فيها مشاكل ممكن توصل ان يعني اي احد يشوفه يسبب له حرج. نعم. فعشان كذي يمكن هذه الجزئيه نفصلوها، بالاضافه الى انه يصير فيها اهتمام خاص لخصوصيه الاسره لاهميه الاسره. الجزئيه الثانيه او السمه الثانيه بالقانون انه قضايا الأسرة كلها تجمع في ملف واحد، يعني قضايا إن كان عضل إن كان طلاق ضرر رؤية حضانة ما تنظر كل قضية في جهة وكل واحد يمكن يصدر أحكام يمكن يصير فيها بعض المتناقضات، تنظر من دائرة واحدة من في ملف واحد تجمع مشكلة الأسرة كلها في ملف واحد. هذا يمكن أبرز سمتين في القانون. اقتصار أمد التقاضي أو اختصاره يمكن هي فيها إيجابية وفيها سلبية. إيجابيتها أن نسرع في إصدار الأحكام والانتهاء من هذه القضية. السلبية أن هي بهذا الاختصار صار في مثلا أول درجة قاضي، ثاني درجة هي الاستئناف 3 مستشارين، في السابق كان في تمييز 5 مستشارين، يعني معناته التوتل 9 أشخاص ينظرون هذه القضية ويبحثونها. الأسرة كأهميتها الكبيرة صار في تقليص عدد اللي يبحثونها ويحاولون يحلون مشاكلها. فهني يمكن هذه الإيجابية، إيجابية أنها اختصرنا المدة، لكن السلبية أن عدد اللي ينظرونها ويبحثون هذه الحالة صار أقل. ممكن طبعا احنا ممكن قبل يومين كنا في ندوة بمعهد القضاء صار في طرح لهذه النقطة، ويعني إن شاء الله يكون في مجال أنه يصير في تعديل على هذه المادة. جميل. راح اترك لك الحوار راح نتكلم فيه، بس في بعض النقاط ايضا البعض يثيرها في هذه اللي حضرتك تفضلت فيه الايجابيات قد يراها البعض سلبيات، لكن خلينا ننطلق المحامي استاذ عبد الله ايضا في هذا القانون، يعني كمحامين تقولون لكم واللي عليكم. نعم. في هذا الجانب. نعم. ما هي ايجابيات هذا القانون وشنو هي السلبيات اللي انتم تشوفونها كمحامي؟ طبعا في البدايه قانون انشاء محكمه الاسره، طبعا احنا كنا من فتره طويله احنا ننتظر مثل هذا القانون يكون يعني قانون يرى النور، متعلق للاسره للحفاظ على الاسره للحفاظ على الكيان الكويتي للحفاظ على المجتمع الكويتي من من من, من القضايا اللي قاعد نشوفها بالاونه الاخيره. طبعا القانون للاسف يعني في بعض المواد يعني للاسف يعني هي فيها شبه عدم دستورية. طب لما نجي نتحكي عن القانون نقول لك في ميزة زينة اللي هي تقدم طلب قبل ما ترفع دعوة طلاق، تقدم طلب عند الإخوان في الاستشارات الأسرية يبحثون الحالة يحاولون يوصلون للصلح بين الطرفين قبل ما ترفع دعوة أمام المحكمة. لكن للأسف القانون معيب، تكلم عن جزئية 15 يوم من تقديم الطلب، تلقى حل خلال هال15 يوم خير وبركة، ما تلقى حل وتحيل الملف منه للقاضي، تحدد لهم جلسة وتحيل إدارة الكتاب يروح يقدم طلب يرفع دعوة. هم احنا نتكلم عن الجزئية متى يختار يعني الزوج متى يختار الزوجة في ميزة وفي عيب. الميزة انك تقدم الطلب وتحاول الصلح في البداية، لكن في عيب 15 يوم ما يكفي، يعني 15 يوم ما يمديك حتى تعلن اخوان في الاستشارات الاسريه الله يعطيهم العافيه. صح. يعني معلش تتقدم عندهم طلبات في عدد كبير يوميا في هذه الحاله، لكن انا وين خلال 15 يوم؟ ويقول لك الماده خلال 15 يوم بعد ال 15 يوم موافقه الطرفين حدك 60 يوم. طيب انت الطرفين هم ما لجؤوا لك الا عندهم مشكله. الكل راح يرفض. القانون اجبرهم انهم يلجؤوا لك. لازم تقدم يعني بحكم طلب. القانون بنص القانون. هي. انه مجبور انه يروح لازم تقدم طلب امام الاستشارات الاسريه وخلال 15 يوم يبت فيه او تحال المحكمه. طيب الحين احنا لما نجي نتحكي عن العيوب في هذا القانون او 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 عدم دستوريه ماده في القانون، القانون قال لك اول درجه استئناف وحدد 3 حالات للتمييز. إيه مثل ما تفضلت استاذ ايمان قالت هذا في ميزه انه اختصر علي عدد التقاضي بحيث انه تنظر بشكل سريع. نعم. قلص علي المده
ولكن ما اخذت البحث الكافي من وجهه نظرهم، لكن قلص علي المده ما كانت تاخذ. لكن انت حرمتني من درجه من درجات التقاضي اللي هي درجه اللي هي انا اقول لك التمييز. اليوم الصبح عندنا صدر حكم من المحكمه الدستوريه في مساله محكمه الجنح، هي موضوع مختلف تماما، لكن كان شنو اول درجه استئناف ما تميز الا في الحبس، اذا كانت غرامه او اي عقوبه ثانيه ما تروح تميز. للتمييز. طيب الحين هذا القانون قال لك انت اذا كان الحكم مخالف للقانون العام او الشريعه الاسلاميه تمام، او قضايا التطليق هي التفريق تمام، التفريق بين الزوجين او هلاك الزوج اذا كان الزوج مفقود تمام، هذه الثلاث حالات اللي هي ترفع فيها دعوه تمييز، ترفع فيها بالتمييز. لكن الحين انا عندي قضيه الرؤيه، قضيه النفقه، قضايا المتعلقه بالطرفين الزوجين ما انظرها بالتمييز، قصرت عليهم درجه من درجات التقاضي بحجه اني والله بختصر الوقت. لا ليش؟ عطى حقه، خليه ياخذ حقه امام محكمه التمييز. ممكن تكون لمحكمه التمييز خمس مستشارين كلهم راي مختلف عن محكمه اول درجه ومحكمه الاستئناف. طبعا قانون الاسره تكلم عن انشاء يعني اماكن خاصه في محكمه الاسره منفصله عن المحكمه الطبيعيه، يعني المحكمه اللي عندنا حاليا في محافظه العاصمه ومحافظه حولي ومحافظه الفروانيه ومحافظه الحمدي والجهره، خمس محافظات. المحاكم الطبيعية يكون في محكمة منفصلة. يعني احنا للأمانة سمعنا ويسفنا هذا الخبر، القانون لازم يعني ينفذ في شهر 3/2016. للأسف الحين يقول لك في 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 محكمتين لا يوجد فيهم مباني خاصة ومو موفرينهم. في حالة عدم توفير مباني استاذ إيمان شنو ممكن يصير لهذا القانون؟ طبعا هو يمكن الكلام مو عندي، يمكن عند مسؤولين في الوزاره، لكن اتصور ان اذا ما حصل المباني يفترض ان يكون في طلب لتاجيل تنفيذ القانون. استاذ عبد الله شنو ممكن يكون؟ هو راح يواجه مشكله، معلش انا لو تجي اي قضيه احوال شخصيه وترفع بالمحكمه انا كمحامي اجي اطعن بالمحضر واقول لك في قانون ساري وقانون حالي وما يحق حق المحكمه حاليا، المحكمه اللي هي موجوده في محكمه الفروانيه ان تنظر هذه القضيه، فمفروض انه شنو فممكن تتعطل هذه القضية. هذا الحين الحكي ولا بشهر ثلاثة؟ شهر ثلاثة طبعا. لا الحين بعد شهر ثلاثة حاليا يطبق القانون الطبيعي للاحوال الشخصيه اللي احنا عليه بعد 22 بعد 22 3 راح نواجه مشكله في حال عدم توفر يفعل الأماكن. هذا القانون بعد 22/3 22/3 هذا القانون لازم ينفذ ما توفرت المباني. هذا القانون شنو دوره؟ لازم يلغى، لازم يصدر مرسوم أو قانون مرسوم أميري أو قانون في من مجلس الأمة بتعطيل هذا القانون. هذا قانون واجب النفاذ، لازم نشر في جريدة كويت اليوم واجب النفاذ. في حالة عدم توفر المباني بكل المحافظات الخاصة لمحكمة الأسرة بالنسبة لهذا القانون رقم 12/2015 في 22/3 إذا ما توفرت كل المباني واشتغلت المباني هذه ها بالكوادر الموجودة والمناط فيها، يجب أن يصدر قانون لإيقاف لإلغاء هذا القانون أو لتمديد المدة. لتمديد المدة لإيقافه يبقى حق للمشرع الكويتي، الحق للمشرع الكويتي سواء بتمديد أو بوقف أو بتعديل أيا كان. لكن إحنا الحين اليوم نقول إحنا عندنا قانون. لكن بعد 22/3 أنا آسف بس أوصل حق هذه النقطة، بعد 22/3 إذا ما صدر اللي يقول عليه أستاذ عبد الله وأستاذ إيمان المشرع يعني ما انتبه لهذا الموضوع، تتعطل كل الاحوال الشخصيه بمحاكم الكويت بناء على وجود أكيد. هذا القانون القائم راح نواجه مشكله. بس احب انوه على شغله، احنا في فريق عمل مشكل بقرار من وزير العدل ان الفريق هذا من مهامه البحث عن مباني، صار في اعلان بالجريده الكويت اليوم والجرايد اليوميه وصار في العثور على قولتهم حصلوا على كذا مبنى، وان شاء الله عاد مني ايش كثر عدد المباني اللي تتاجر يعني وايد يعني نعمل هذا الشيء، بس انه يعني على قولتهم احنا قاعدين نبذل الجهود وان شاء الله. جميل. احنا طبعا اليوم قاعد نشوف ما شاء الله محكمه المحافظه الفروانيه ومحافظه الجهرة عندنا مباني جديده ومباني يعني صحيح. مباني يعني يفترض ان يكون عندنا مباني كذلك فيما يتعلق في محكمة الأسرة، هذه محكمة خاصة تنظر قضايا الأسرة، مفروض تكون منفصلة عن المحكمة الطبيعية. أنتوا يعني مع محكمة الأسرة كمحامين ما عندكم مشكلة؟ بالعكس مع هذه المحكمة. إيه بالعكس ما عندي مشكلة، بالعكس هذا حفاظ على الأسرة. شنو تنظر محكمة الأسرة بدل حتى لا يفهم المشاهد أن هي متعلقة فقط بالطلاق، شنو ممكن تنظر أيضا محكمة الأسرة؟ طبعا أحوال الشخصية كلها القانون جمع أحوال الشخصية فيها، يعني كان طلاق، عضل، طاعة، رؤية، حضانة، الأحوال الشخصية. في شغله ممكن بالقانون ممكن تفضلنا الحين قبل شوي عن بتكلم على الانابه قصدك. اي نعم. الانابه هذه شلون انتم كمراكز راح تتعاملون معها؟ ان القانون يتيح ان الشخص يعني زوج وزوجه عنده مشكله بهذا القانون الجديد بعد 22/3
اللي هو رقم 12 2015، يقول لك انت قبل لا تروح المحكمه القانون يلزمك بانك انت تروح للمراكز تقدم هذه الورقه لمده 15 يوم، ويحق لك انك تخلي اخوك بتوكيل، وانت يا زوجة اخوك اختك امك ابوك بتوكيل هو اللي يمثلكم بهذه المراكز. المراكز عندها اشكاليه في هذه النقطه. انا كاستشارات اسريه يهمني حضور صاحب العلاقه نفسه، انا عشان احل المشكله لازم اسمع اعرف من صاحب العلاقه شنو هي المشكله الحقيقيه. بعض الاحيان يقولنا مراجعين يتكلمون في امور ما ينفق عليه، ما يطلعنا، ما يهتم فينا، لكن لما نبحث معاه نكتشف ان في شيء قبل هذا كله، ما في تواصل صحيح بيناتهم، ما في حوار. تحتاج بعض الحالات، انا جتني حاله قبل فتره اخر الدوام يبون يخلصون، طيب لما قعدت معاهم طلعوا الموظفين قعدت معاهم شوي اكتشفت ان هي تعاني من مشكله نفسيه نتيجه مثلا بنتها مريضه وعندها علاج غسيل كلى وشغلات مثل هذه، قاعد تتاثر نفسيا لما تشوف بنتها يوميا قاعد تتالم، فاللي كانت تحتاجها مسانده نفسيه ووقوف زوجها يمها. انتم مراكز اصلاح ذات البين؟ احنا اصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين كم عمركم اليوم؟ اصلاح ذات البين كم عمره؟ من 96 احنا شغالين. ما عندكم احصائيه كم حاله حليتوها؟ بلا كل سنه قاعدين نصدر حاله تقريبا. يمكن في 2015 الحالات اللي حليتوها حل ايجابي. 2015 للحين ما انتهت السنه. 2014 2014 تقريبا 30% من الحالات اللي راجعونا. راجعوكم؟ من اللي راجعونا كاستشارات اسريه. نعم. لان مو كل الطلاق اللي يصير في الكويت يمر علينا اللي يبي يطلق بالاراده المنفرده. في طلاق يتم في المحاكم، في طلاق اللي يتم في البيت يتلفظ عليها يرمي عليها يمين الطلاق، او انه يصير في طلاق خارج الكويت ويسوون تصادقات عقود التصادق فتدخل من ضمن الاحصائيه. اللي يو عندنا كاستشارات اسريه وتم بحث الحاله نقول 30% سنه 2014. حلو. يعني 1800 وكسور حاله من اصل 5000. من هال 5000 اللي يولنا 5000 وشوي، من هال 5000 كم حاله من هذيلي يولنا زوج وزوجه؟ تقريبا ثلث. لكن والثلثين يا تبليغ يوصل عن طريق مندوب الاعلان يا حضور ولي اخوها ابوها. اللي حليتوها المشاكل اللي حليتوها كم من 30%؟ ايش كثر حليتوا؟ هذا 30% من الحالات اللي مروا علينا حليتوها، يعني ما جاوا الى الطلاق. الصلح ومنع الطلاق والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، بارك الله فيكم. مستمرين معاكم مع ضيوفنا بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا وضيوفي، ضيوفكم الاستاذ ايمان الصالح والمحامي الاستاذ عبد الله العلاج، ونتكلم على محكمه الاسره رقم 12 ل 2015. استاذ ايمان ارجع معك على موضوع اللي هو لازم حضور الطرفين عندكم بالمركز، ولكن القانون اعطاهم نوع من المساحه، يمكن راعى البعض يرى بان راعى العادات والتقاليد عندنا بالكويت ان بناتنا والله ما تروح المراكز هذه، او اولادنا مو حاب انه يروح هذه المراكز، فيحق للتوكيل لاخوها لابوها ايا كان الشخص هو اللي يمثلها، لكن يقع عليكم بأن هذا الشيء ما يأتي إلى حل، ما راح يفعل دوركم بالضبط. يعني فأنتوا أصحاب الاختصاص والمعاناة في هذا الموضوع، قولي لي اسم المراكز تسوية المنازعات. أنا إذا بأصلح ما بين شخصين لازم أعرف المشكلة الحقيقية من أصحاب العلاقة، بعطيهم حلول مقترحة بديلة. لازم أصحاب العلاقة أنفسهم، الوكيل ما راح يكون عنده القدرة أنه يعطيني كل المعلومات اللي صارت المشكلة اللي بينه وبين زوجته مثلا أو أخته مع زوجها، فذيك الساعة أنا ما راح أقدر أوصل حق حل حقيقي. وإذا 15 يوم مثل ما تفضل الأخ عبد الله هذه ما راح تسوي فيها شيء. يعني هو مشاكل الإعلان كثيرة، ممكن يكون عدم استدلال، ممكن يكون صاحب العلاقة مو موجود في البلد، ممكن بجازة. أي صح؟ مو موجود في البلد. ال 15 يوم هذه تجبرني أني يعني أنا، يعني القانون ما حل لكم هذا الموضوع؟ لا، أنا في هالجزئية أنا كنت كان ودي أن يكون حضور الطرفين بشكل مشدد على الأقل، طبعا استثناء الحالات اللي تعذر انها تحضر لسفر لاعاقه مثلا او مرض، حالات بسيطه كبر بالسن ومعاق وما يقدر يحضر، لكن انه بشكل عام انا ما استفدت شيء اذا تسويه منازعات بحضور وكيل. هني طبعا يقولك اخر شيء، يقولك الرجاء عدم اعتبار الماده المعروضه اعلى رسميه او نهائيه. يعني المواد هذه غير رسميه ولا على اساس انه بس الموقع ما تغير عليه شيء؟ هذا ما تغير عليه شيء، ما تغير عليه شيء، ممكن مسحوب عن طريق ممكن. لكن هل ممكن الملاحظات اللي قالتها الاستاذ ايمان ممكن ياخذها المشرع بعين الاعتبار ويتم تعديلها؟ نشر القانون في جريده رسميه، نشر لكن ما يعني ما يقدر المشرع يعدل عليه؟
يقدر يعدل عليه في مجلس امه طبيعي عادي طبيعي. تعديل طبيعي يعني ملاحظات اللي قالها ممكن يعدل ممكن ممكن بالعكس هذه ملاحظات المفروض تؤخذ في عين الاعتبار. معليش انا الحين لما يجيني الشخص ممكن اني اقعد انا وياه طبعا القانون قال لك اخصائيين اجتماعيين ونفسيين ورجال دين تمام بالقانون, بالقانون هذا موجود تمام وهذه يعني هذا شيء زين بالقانون تمام هذا من الايجابيات اللي موجوده بالقانون. لكن السلبيات لما يقول لك او من ينوب عنه انا لما يجي يقعد وياي شخص ممكن اني اتفاهم وياه واعرف اوصل حق نتيجه وياه لكن ممكن يجيني من ينوب عنه يكون للاسف يعني ينقل الموضوع غلط او ينقل الروايه غلط او او او, أو, أو للاسف البعض احنا ما نقول كل يكون في نفسه شيء انه يبي يخرب العلاقه بين هذين الطرفين ويقول لك خلاص احنا اتخذنا القرار انت ما راح تقدم ولا تاخر. لا بالعكس انت بعد قال اتخذت القرار انت ما دام لجأتني كحل المنازعات ما راح تقدم ولا تاخر. لا انت لجأتني في بعض الحالات يكون في اجبار من الاهل على الزوج او الزوجه انه يروح طلق هذه مشكله. فانت لما تعطيه مجال يقول لك من ينوب عن هذه معلش انت ما حليت المشكله. المشكله لما يحضرون كلا الطرفين معلش انت تقول لي والله احنا عندنا تحفظ على اساس انه ممكن المشرع راعى هذا الجانب انا ما يعني ما تدري ما في اي شيء لما تحضر البنت لمحكمه خاصه او الشاب لمحكمه خاصه في الاسره غير المحاكم اللي هي متعلقه في الجنايات والقضايا الطبيعيه اللي هي القضايا الاخرى. ممكن في هالجزئيه انا اقول في معاملات تصير يعني مثلا المريض يروح حق الطبيب يفحصه يعرف شنو اللي يعاني منه عشان صحيح. يعرف يوصف له العلاج بناء على المشكلة اللي يعاني منها. لما يجي واحد يقول والله في صداع في ما أعرف إيش ما راح يوصل مشكلة حقيقية. عندنا معاملات نفسها في وزارة العدل اللي بسوي توكيل مثلا أنا بسوي توكيل حق أخوي لازم أروح أنا بنفسي. طيب مو أنت مشكلة الأسرة يمكن أهم من هذا التوكيل اللي والله يدير أعمالي أو بيع ويشتري. نعم. أسرتي وبيتي لازم أحافظ عليها أكثر. طيب. في بعض المواد خلنا نسأل عنها بس يعني نعرج عليها. المادة رقم 3 يقولك تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإيش من اختصاص كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت دياناتهم أو مذاهبهم. نعم. شيخ صديني أيا كانت دياناتهم مذاهبهم. في عندنا حالات ومرت على محاكم الكويت يكونون من جنسية أخرى وعندهم قانون مختلف عن قانوننا يجون يرفعون دعوى أمام المحكمة ويقدمون القانون الخاص فيهم مختوم من سفارة دولتهم داخل الكويت ويقدمونه ويطبق قانونهم. وكذلك القانون قال لك في مسألة الديانات إذا كانوا اثنين من ديانة واحدة يحق لهم أن يقدمون قانونهم في دولتهم الخاص مختوم من سفارتهم داخل الكويت ويطبق القاضي الكويتي قانونهم. ومرت علينا حالات طبقوا قوانين. طيب هني شنو يعطيهم؟ يعطيهم نفس الحالة بالضبط. يعني الآن غير كويتيين يعني المقيمين عندنا هني بالكويت ممكن يتقاضون بمحكمة الأسرة يكون موجودين في محكمة الأسرة ويطبق قانون دولته. يطبق قانون دولته. شنو العلاقه بين الزوج والزوجه فيما يتعلق بالنفقه فيما يتعلق بالعده؟ هل اجباري ولا اختياري بعد المقيم؟ طبعا اختياري المقيم. لا 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 معلش انت اذا 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 انت راح تقدم ويبقى سلطه تقديريه للمحكمه القاضي يطبق عليك القانون الكويتي او قانونك اذا كان في اعتراض. لا اقصد انه يلجا الى محكمه الاسره. لازم يلجا الى محكمه الاسره يعني احوال الشخصيه كلها لازم يلجا الى محكمه الاسره سواء كان كويتي او غير كويتي. لازم يلجا غير كويتي مسلم مسيحي ايا كان ديانته او مذهبه ينظر فيها. يمكن طبعا احنا من جانبنا كاستشارات اسريه بحث الحاله ومحاوله الاصلاح ما له علاقه انه والله جنسيته شنو او ديانته شنو. هي مشكله اسريه ونحاول نساعدهم على حلها. جميل. قبل ان نختم ايضا عندي هذه الماده رقم 8 وهي ينشا بكل محافظه مركز يلحق بمحكمه الاسره. اعتقد هذا شيء راقي وبكم تعقبون عليه. يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفراد الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذه المراكز وتحديد مهامها والإجراءات التي تتبع أمامها ويكون اللجوء إلى المراكز بدون رسوم. يعني أنتوا راح تسوون مراكز بحكم هالقانون هالمادة هذه رقم 8 راح تنشؤون عندكم مراكز إيواء خلينا نقول؟ لا مش ولا إيواء. شنو بالضبط شنو معناته؟ طبعا هو قال تسوية المنازعات الأسرية اللي كنا نتكلم عنها قبل شوي. نعم. محاولة الإصلاح بينهم وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء. والعنف والإيذاء هذا طبعا في حالات اللي هو نبحث الحالة الشخص المعنف نحاول نساعده على تغلب على هذه المشكلة. الطرف اللي قاعد يمارس العنف ليش قاعد يسوي هالشيء شنو المشكلة اللي عنده ونحاول نعالجها. الإيواء لا بموضوع ثاني غير هذا كله ما في هذا المراكز ايضا انشا مركز خاص في الرؤيه وهذا طبعا هذا 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 صادر فيها قرار من سنه ونص والقانون يعني ضمها وللامانه هذه بادره طيبه انه يكون مركز مختص بالرؤيه اذا جميل. كان اذا كان الاب عنده حكم رؤيه برؤيه ابنائه ما يروح المخفر يشوف عياله وما يسلمهم بالمخفر يسلمهم بالمباني الخاصه. هذا استاذ عبد الله مو موجوده من زمان؟ لا هذا موجود من سنه ونص من 2012 2012 يشوفونه بالمخافر. عندنا مركز واحد هو مركز الرؤيه في منطقه الزهراء
ويتبع الكويت كلها وللكويتيين فقط. القانون هذا راح يصير في كل المحافظات. في كل محافظات مركز خاص للرؤية ينفذون فيه الأحكام. ما راح المخفر خلاص. ما تروح المخفر تنفذ حكم الرؤية. بارك الله فيكم، كل الشكر لقبولكم هذه الدعوة، استمتع جدا باللقاء معاكم، وأكيد يحتاج إلى شرح أكبر وأشمل أوسع، ولكن النقاط اللي أثرتها حضرتكم نقاط جدا مهمة، نتمنى أن يعاد النظر فيها، ونتمنى أن تنطلق إن شاء الله هذه القوانين وأن يتم تأمين هذه المباني. أستاذ إيمان حابة تقولين شيء بالختام؟ شكرت لكم الاستضافة، وعسى الله إن شاء الله قدرنا على خدمة المجتمع إن شاء الله. يا رب أستاذ عبد الله يعطيكم العافية، وأشكركم على هالاستضافة الكريمة، وشكرا لكم. ما راح تأذون أنتم كمحامين من مكالمة مكان رايحين، ما رايح الحميدي ورايح قبل محكمة واحدة، كل شيء جدا على المباني راح تزيد المحاكم الحين. يلا زيدوا موظفينكم بعد طول المكان. الله يعطيكم العافية. بارك الله فيكم. كل الشكر للضيوف الكرام، الأستاذة إيمان الصالح والمحامي الأستاذ عبد الله العلاج. راح أترككم مع هذا التقرير الخاص بالحملة الإعلامية لشركة أريدو واللي انطلقت في سوق الكوت. قريت على بال سوق قوت القلوب، وين في قوت؟ سوق الكوت يبا بالكوت هنا، مجمع الكوت اسمه بقى. مجمع الكوت. أترككم مع هذا التقرير لشركة أريدو، نرجع لكم إن شاء الله. فخورين اليوم في شركة أريدو الاتصالات كوننا الشريك الاستراتيجي والداعم الأساسي لقوت ماركت في موسم الثالث، وهذا طبعاً من منظور الاستراتيجيتنا في دعم وتمكين الشباب الكويتي. خصصنا أو ركزنا على هذا المجال اللي هو مجال الكويتيين المزارعين والحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة. هذا طبعا من جزء من استراتيجيتنا لسنة 2015، وإحنا جدا فخورين أن إحنا نقول نختتم هذه السنة بدعمنا الاستراتيجي لهذا السوق اللي يضم نخبة كبيرة من الشباب الكويتي اللي بادر واشتغل بإيده وقاعد يقدم أفضل ما عنده للمجتمع الكويتي. طبعا حابة أوجه دعوة للكل أن أي يحضر هذه الفعالية اللي طبعا راح تكون هي بدأت شهر 11، وراح نكون مستمرين إن شاء الله لشهر 4 مرتين بالشهر، وراح نعلن عن تواريخها من خلال قنوات تواصلنا الاجتماعي في شركة أريدو الاتصالات. وتعالوا حياكم الله وشوفوا المنتجات الكويتية، وحضوركم طبعا راح يدعم الشباب الكويتي. شكرا. اليوم احنا في أريدو نشكل داعم أساسي للشباب الكويتي، كذلك نختتم هذه السنة إن شاء الله في سوقوت، ومشكورين ما قصرتوا على الحضور. اليوم عندنا 57 مشارك من مخبوزات لمزارعين لأشياء حرفية لطبخي، وإحنا هدفنا من هذا المشروع إن نشجع المحل، يعني الناس اللي عايشين بالكويت، إن تسوي شيء بإيدهم، وأهم شيء عندنا بعد نشجع المزارع المحلية. أنا اسمي دلع المفتي، أنا مسؤولة عن بيت الياسمين. نحن جمعية، مو جمعية، نحن حملة صغيرة بنعمل أكل بيتي وبنبيعه مردودة، بنعمل بناخذه لمدرسة بيت الياسمين بالبقاع اللبناني. نحن هي مو أول مرة بنشارك بالقوت، ثاني مرة بالمروج، الجو رائع، الزحمة حلوة، الناس مبسوطين، المردود حلو، العجقة حلوة، فزورونا.
ضيفتنا اليوم مشاهدينا نهنئ انفسنا ونهنئ الكويت بانها ابنه هذه الديره وهي فخر للكويت وكلنا نفخر فيها حقيقه، وهي بعد حصولها على المركز الاول على مستوى العالم لجائزه المراه بمجال النفط والغاز، وهي المهندسه حسنيه سيد هاشم نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركه الاستكشافات البتروليه الخارجيه. فهذا المساء يسعدنا نرحب فيها باسمكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. والمهندسه حسنيه مساء الخير ويا هلا مرحبا فيك والف مبروك لنا والف مبروك لك. مساء النور اخوي راشد، الله يبارك بحياتك ومشكور. انت المشكوره ما قصرتي ولا غريب عليك هذا الانجاز ولا غريب على المراه الكويتيه، فالامانه كلنا نفخر فيكم نفخر بهذه الانجازات. كان بودنا الامانه نحتفل تكون هناك احتفاليه، لكن خير احتفال لنا وهو قبول حضرتك هذه الدعوه تكوني موجوده معنا. يشرفني والله الصراحه اني اكون معاكم، بالعكس هاللقاء ينشر الدعم للمراه الكويتيه طبعا من خلال تلفزيون الراي وبرنامج مسائي. بارك الله فيك. الجمهور كله قاعد يطالع، فهذا انا اعتبره يعني فخر بالنسبه لي. بارك الله فيك وتستحقين كل يوم تغطيه في هذه الامور وهذا الدعم. استاذتي الفاضله، خلينا نتكلم عن هذه الجائزه واهميتها على المستوى الشخصي واهميتها بالنسبه للكويت، وكيف جاءت هذه الجائزه؟ الصراحة أنا افتخر بنيلي هذه الجائزة كجائزة، أخذت الجائزة الأولى المركز الأول على مستوى العالم كمرأة قيادية بالقطاع النفطي النفط والغاز بالعالم كله. طبعا أنا ودي أهدي هالجائزة إلى حضرة سمو الأمير المفدى، كوني أنا امرأة كويتية وصلت هذا بفضل دعم حكومتي للمرأة الكويتية، ومو غريب على الحكومة، احنا سباقين بالمنطقه منطقه الخليج بهذا الدعم، واحنا عندنا مو بس حسنيه، عندنا كثير من النساء العاملات بالقطاع النفطي وبقطاعات الدوله كلها وصلوا الى مراكز جدا كبيره. واعتقد ان هذه الجائزه مش للمهندسه حسنيه او مو للمهندسه حسنيه بذاتها، وانما لكل المراه تعمل بهذا القطاع ولكل زميلاتك في هذا أكيد القطاع. اكيد اكيد الجائزه ما تصير باسمي انا، هي الجائزه باسم القطاع كله، لان انجاز مو انجازي انا، احنا عمل مشترك، عمل مشترك مع زملائي كلهم اللي بالقطاع وشركه استكشافات. فمغرب اليوم استكشفوا يعني هذه المراه الموجوده المراه الكويتيه بزميلاتها، فالف مبروك لكم ولنا في هذا الإنجاز. هذه الشركة شركة استكشافات النفط في الخارج، دور حضرتك في هذا بهذه الشركة، لكن الدور كبير، ودنا نختصره قد ما تقدري، شنو ممكن يعني أهم النقاط فيه؟ أنا اليوم منصبي بالشركة نائب رئيس للعمليات، عملياتنا برا الكويت. طبعا شركة نفط الكويت هي مسؤولة عن عمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج داخل الكويت. الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية نفس الشيء، احنا مسؤوليتنا استكشاف نستحوذ حقول نفط خارج الكويت. احنا اليوم نعمل ب 15 دولة بخمس قارات برا الكويت، استكشاف ننتج نفط ننتج غاز نبيعه والدخل يرد حق الكويت. فإحنا جزء من القطاع النفطي الكويتي اللي موجود اليوم. جميل. أرجع حق الجائزة بعد ما خذيتيها، سمعتي آراء الكل بهذه الجائزة عنك؟ سمعتي انطباعهم؟ شفتي انطباعهم ورد أفعالهم ولا للحين؟ نعم كلهم؟ كلهم ما شاء الله بالقطاع النفطي. احنا معنا ناس يمكن ما سمعتي رأيهم موجودين ويانا بيحكون عن الجائزة ويقولون كلمة في حقك. الله يسلمك، شكرا. خلينا نشوف ما انا وياك ونشوف اللي شفتيه نحط عليه صح، واللي ما شفتيه نحط عليه. شكرا. نشوف مع بعض مشاهدينا بعض المختصين والمتخصصين في مجال النفط والقياديين ايضا قالوا كلمه في حق ضيفتنا الكريمه بعد حصولها على هذه الجائزه وعلى هذا المركز العالمي وهو المركز الاول. خلينا نشوف شنو قالوا ونرجع لكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لي شرف اليوم أشارك في تكريم
الأستاذة حسنية سيد هاشم ببعض الكلمات التي أعتقد أنها لا توفيها حقها. المهندسة حسنية كان لي شرف التعامل معها كتنفيذية وكزميلة في بعض مجالس الإدارات وفي جميع المجالات. أمانة كنا أمام إنسانة واعية تعرف واجباتها، مهنية إلى أبعد الحدود، شفافة، وكانت جميع مساهماتها إيجابية. في الواقع الأخت نواف يعني تتميز بإخلاص في العمل وتفاني لأبعد الحدود. يعني احنا تعاملنا واشتغلنا مع أشخاص وموظفين وموظفات، لكن مثل نواف إخلاص وتفاني دائما موجودة. أي كل ما نطلب منها عمل إضافي على اللي عندها، الحقيقة كانت مستعدة وتساهم وتعطي من وقتها وجهتها إلى أبعد الحدود، وكلها يعني لصالح الكويت ما شاء الله عليها. أقدر أقول أن أم نواف قدها وقدود وتستاهل ما فازت عليه، وما هو قريب على أم نواف الحقيقة، لأن أم نواف لها بصمات كثيرة في القطاع النفطي في جميع المناصب اللي تولتها، إن كان في شركة نفط الكويت وكذلك في شركة كوفبك، شركة الكويتية للاستكشافات الخارجية، ولها الحقيقة إنجازات يعني يشهد لها. السيدة حسنية هاشم نائب الرئيس التنفيذي لشركة كوفبك أعلنت عنها مجلة فوربس من أهم 200 سيدة عربية، وكذلك كرمت في مؤتمر أدبك من أهم أكبر المؤتمرات التي تقام في الدول العربية. كرمت كامرأة العام في قطاع النفط والغاز، وهذا التكريم يعتبر تكريم للسيدة حسنية ولقطاع النفط والغاز في دولة الكويت ولدولة الكويت ولدول الخليج أجمعها. السيدة حسنية وصلت لهذا التكريم بسبب جهودها طوال هالسنوات، من يوم ما عملت كموظفة مهندسة بترول في شركة نفط الكويت، وكملت مسيرها بالنجاحات إلى اليوم. أستاذة حسنية، أكيد واجهتك صعوبات خصوصا المجال النفطي، مجال شاق جدا، وأنت كأمرأة اليوم كيف تخطيتي هذه الصعاب؟ واليوم أنت ما أنت عليه ما شاء الله تبارك الرحمن، واجهتك صعاب في حياتك، كيف تخطيتيها؟ وكيف أيضا راح تترجمينها أو راح تسهلين على المرأة الآن اللي موجودة معك وتعمل معك يد بيد مع الرجل في القطاع النفطي من خلال تجربتك، تبين تسهلين عليهم الصعاب هذه ما تبين يشوفونها؟ أكيد. فقولي لنا أول شيء شنو تحسي الصعاب وشون راح ترجمينها لعمل تسهيلات للمرأة في القطاع النفطي؟ أخوي راشد، مثل ما قلت، العمل في القطاع النفطي عمل صعب. نعم. وهو كان دايماً عمل بس حق الرجال كمفهوم، يعني بكل العالم العمل الشاق هذا حق الرجال. طبعاً كطبيعة العمل، طبيعة العمل بالقطاع النفطي، لأنك أنت تتعامل مع مواد هيدروكربونية، الغاز، النفط، تحت ضغط عالي، تحت درجة حرارة عالية. احنا اجواءنا اليوم يعني بالكويت العمل طبعا الحياه قاسيه، الحقول هاي بالصحراء، درجه الحراره عاليه، بعيده عن مناطق السكنيه. فانا كنت اعمل بشركه نفط الكويت خلال مسيرتي، يعني صار لي سنتين يمكن الحين بكوفبك. تجربتي ان انا شلون وصلت بالمثابره. جميل. والاصرار. جميل. على النجاح. جميل. ودائما يعني لازم يكون عندك دعم. طبعا احنا رؤسائنا خلال مسيرتي كنت احصل دعم كبير من رؤساء الشركات والقياديين اللي بالقطاع النفطي،
رجال. شفتوا الرجال شلون يدعمون المرأة؟ أكيد. يدعمون المرأة. معاك. ظالمين. لو مو هذا الدعم كان ما وصلنا إحنا. وأنا أعترف. جميل. كيف راح تترجمينا إلى المرأة زميلتك اليوم في العمل اللي في بداية مشوارها وطريقها بالنفط؟ وطبعًا أكيد تدريب يعني أكيد واحد تدريب هذا شيء مهم. شلون ترجمنا نفس الشيء بدعم من إخواني القياديين من الرجال. شكلنا لجنة بالقطاع. أول شيء بدينا بشركة نفط الكويت سنة 2009 شكلنا لجنة لدعم المرأة، تدريب المرأة، عمل مؤتمرات، نجيب لهم شخصيات عالمية تجاربهم شون ننقل تجارب هالشخصيات العالمية بالكويت. ف 2014 كبرنا هاللجنة صارت لجنة المرأة بالقطاع النفطي الكويتي اللي تحتوي على أكثر من 8 شركات نفطية كويتية. جميل. 2030 وهي سنة 2030 إن شاء الله، الله يعطينا ويعطيك ويعطي المتابع طولة العمر طاعة الرحمن. عندكم استراتيجية لإنتاج النفط الثقيل، نقدر نتكلم عن هذه الاستراتيجية؟ طبعا إحنا نعمل من ضمن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية. طبعا النفط الثقيل بشركة نفط الكويت أنا كنت أعمل فيها كنائبة عضو منتدب لشمال الكويت. استراتيجية 2020 إلى 2030 هي استراتيجية واضحة، الوصول إلى 4 ملايين برميل باليوم 2020 وتستمر الـ 4 ملايين لـ 2030. فمن خطة الـ 2020 لازم ننتج النفط الثقيل، وكان إنتاج المقرر هو 60,000. فعملنا إحنا كفريق واحد بشركة نفط الكويت، اليوم ما عندنا إنتاج نفط ثقيل بالكويت. حطينا خططنا الكاملة، حطينا ميزانيات، حطينا مشاريع كبيرة. تقريبا المشروع اللي الحمد لله يعني أخذنا موافقته بمبلغ 1,400,000,000 دينار كويتي، اليوم هالمشروع تحت التنفيذ مع أخواني بشركة نفط الكويت. أعتقد هذا إنجاز حق الكويت، إن إحنا إن شاء الله ب 2018 رح يبدأ إنتاج النفط الثقيل دولة الكويت، وأول مرة بهال 2018 برميل 60,000 برميل باليوم باليوم بشركة نفط الكويت. جميل. المهندسة حسنية سيد هاشم نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الاستكشافات البترولية الخارجية، كل الشكر لك. ألف شكر لك. شكرا. حابة رسالة تقولينها بالختام؟ لا، أشكركم والله، وهالفرصة يعني أعتقد يعني هي جدا مهمة، لأنك أنت قاعد ننقل إحنا تجربتنا حق الجيل الجديد. نعم، وإن شاء الله نكون معاكم في 2018 نغطي هذه التغطية لهذا الإنتاج إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. كل الشكر لضيفتنا الكريمة. مستمرين معاكم مشاهدينا لكن بعد الفاصل. حجم ما له لا اهم شيء الاداء واللي ماسك الكاميرا. لا اغلى كاميرا هذا اغلى كاميرا واستهنا فيه. انت قاعد تصور صدق ولا لا؟ لا قاعد تصور. انتوا ليش الحين الناس قاعد تشوف صوركم ونمر؟ شوفون صوركم انت ما شاء الله عليك في بعض المحلات حاط اسمعك الاطفال ما ايش مسوي فيهم حركات، ويا نمر طالع يا اسد ما ايش مسوي. ايش سالفتكم؟ والله هو عالم على قولتهم ينقال له عالم الدمج، وما شاء الله احنا الخمسه يمكن تميزنا فيه، وكل واحد شغله طريق يعني. والحين اللي يشوف صوركم الناس يقولون ذي لما يقعدون بالاستديو خلاص ما راح نقعد على راحتنا. طلعتوا ما شاء الله هادين. وش تفضل الحين؟ الحين يطلع خبي يطلع الحين. حياكم الله. يا هلا مرحبا فيكم. طبعا هذول هم ضيوف مشاهدينا الكرام. يعني بدايه الحلقه قلنا الله يستر يا صار صراحه قبل ما نبلش هوا، لكن مخرجنا تبارك الرحمن يعني اثبت جدارته وقال يا جماعه ثبت، فتعاونوا معه تعاونوا معاه كلهم في مجال واحد. فشكرا لهم وشكرا لمخرجنا حسين والطاقم العمل. ضيوفنا مثل ما قلت لكم هم اللي راح يمسكون الدور وهم اللي راح يحكون عن نفسهم. فعلا اللي قاعد يشوف صورهم قاعد يشوف ابداعاتهم تقول هذا ذيلا سوري بالتعبير صاحين الله وصاها عدل ما قالت هذا الكلام اسمع الحمد لله وشاهد شاهد يقول هذا الكلام ذيلا صاحين ايوه صاحين وما فيهم العافيه لكن جمالهم بجنونهم هذا اللي احنا نقوله. ارحب بضيوفي بدايه ارحب بالاستاذ مشاري النجم. مساء الخير اخوي مشاري. مساء النور. هلا والله فيك. انت خجل واحد فيهم. لا عادي ليش لا زين حرج فيك. حياك الله اخوي مشاري. يا هلا مرحبا فيك.
ابو نمر الشهير ابو نمر، دائما تسمعون ابو نمر حاط انك ايش حقه ماني عارف. عبد العزيز دويسار مساء الخير اخوي عبد العزيز. يا هلا مرحبا فيك. هلا فيك. سالفه ابو نمر؟ نمر على الشكل. لا يعني حلقت خلصت اذا حلقنا ما يندرى ايش يصير. وايضا نرحب بالاستاذ عبد الله حماده مساء الخير استاذ عبد الله. هلا مرحبا فيك. يقول كان الصج احنا جنون بعد لازم شيء شلون تأدي عين حياك الله. وايضا نرحب بالاستاذ عثمان مشعان مساء الخير استاذ عثمان. مساك الله بخير. هو الخجول وهو الكاميرا صغيره كذي بس طلع هو اغلى كاميرا وحركات لا لا ما له شغل ما له شغل. حياك الله اخوي عثمان. ورحب الاستاذ عبد العزيز الشايجي مساء الخير عبد العزيز. مسيك بالخير. والله انت البين اللي خلهم يسوون اللي يسوونه نهايه راح اطلع احلى صوره. ها تقريبا تقريبا صاير كذا. حياكم الله. يا هلا مرحبا بكم. سعدت بلقائي معاكم مع الشباب النجوم. نفخر بوجودكم اليوم الامانه وافخر انا على المستوى الشخصي باني التقي معاكم وجه لوجه واليوم في برنامجنا وعلى الهواء مباشره. كثير من الناس والمحبين التصوير يتمنى يلتقي معاكم يتعلم شيء، لكن اتمنى نخرج بهذا اللقاء ببعض النصائح اللي انتم تحرصون فيها بالدرجه الاولى من باب توعية المجتمع. هو يا جماعة مو تصوير وخلاص وانتهى الموضوع، لكن في تصوير له ذوق كبير ورفيع وله هدف سامي، وفي تصوير للأسف قاعد يسيء لإخواننا المصورين والمهتمين في هذا الجانب. أنتم خير من يعلم هذا الموضوع وإن شاء الله توجهون لهم، لكن خلنا نطلق معاكم نتعرف على البدايات وحبك وهوايتك لهذه الكاميرا مع كل شخص فيكم. كذي أنا هم أول ما بلشت كنت أصور أي شيء طبعًا، وما كنت متجه حق الاتجاه الحين أنا اللي شغال فيه. فأصور يعني أمشي وأصور على قولتهم. لما عرفت أن أنا مكاني الاستوديو جربته وحبيته وكملت فيه وطورت نفسي فيه. كم سنة؟ تقريبا يعني بلشت بالاستوديو أنا يمكن من 4 سنين تقريبا. 4 سنين؟ وأربع سنين ما شاء الله، لكن عمرك الفني الجميل وترجمتك الصور أطول من شريف شهادة الناس الأمانة وشهادة النقاط. ونمر نتكلم على هالتطور السريع ما شاء الله، ونتكلم على دخولك لهذا المجال. أنا يمكن صار لي 11 سنة في هالمجال. شريت هالكاميرا أذكر طبعاً مو الـ 5D، كانت 50D أو لا 30D أو 20D قديمة حيل. فأول ما شريتها ما كنت أعرف أبطلها ولا أسكرها يعني لهالدرجة. بس المهم خذيتها إني أنا بدش مجال التصوير، وكنت أصور يعني كان يستهويني البورتري بشكل عام. بعدين انتقلت حق أكثر من نوع من التصوير، اللاندسكيب، سيارات. دخلت دورات ولا من كيفك الحاجة؟ لا 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 كله يعني أنا أصلاً دراستي أنا مدرس رسم. إيه؟ فهي دراستي وايد داشة في مجال التصوير يعني قريبة حيل. قواعد واحدة، الألوان تقريباً متشابهة، الظل والنور والإضاءة كلها يعني كلها دراستي، درستها 4 سنين. فما احتجت إني أخذ قواعد، بس اللي ما أعرف هذه تصور، هذه شتر سبيد، هذا الآيزو، ما كنا نعرف شنو شنو الاوبشن اللي موجود بالكاميرا. جميل. شوي شوي تعلمنا والحمد لله دشينا فيه. اخوي عبد الله والله نفس الشيء، او بدايتي هم قلنا بنصور كل شيء. يمكن ب 2011 انا بديت، قلت بصور كل شيء يعني هدفي كان سيارات، اني اصور سيارات. لليوم ما صورت ولا سياره. اي ومشت ويانا حبينا الاستديو، دخلنا مجال الاستديو. عثمان والله انا بدايتي تقريبا كانت ب 98 كجرافيكس ديزاينر. عالم التصوير دشيته يمكن بال 2004. هو طبعا شيء اضطريت اني الجأ له لان قبل ذاك الوقت ما في ستوكات صور، فاضطريت اني انا اخذ كاميرا اتعلم على الكاميرا عشان اطلع صور اللي انا احتاجها بالزوايا اللي انا احتاجها. فالحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل للي احنا فيه الحين. طبعا ايامها ما في لا دروس ما في مدربين، فكان كله اجتهادات شخصيه. والحين راح تدرب انت خلاص مو محتاج. الحمد لله رب العالمين قاعد ندرب وقاعد نعطي دورات برا الكويت. يا سلام. شوف المسالم يعبث مع نفسه ترى يطلع شيء اكيد اكيد يتعلم ان شاء الله. عبد العزيز بالنسبه لي انا يعني ما زي الربع، قصتي نفس قصتهم والتجارب اللي مروا فيها نفس الشيء تقريبا. ف طبعا في البدايه جربنا احنا كل شيء، وانت وين تستهوي او وين انت حاس انك بتبدع تروح المجال هذا. فابدعنا في تصوير الاستديو وتركيب الصور. قبلها كان في دراسه معينه خاصه بالتصوير ولا انت في احد بالاسره؟ لا والله ما في، بالصدفه كذي يعني. وشلون عرفت الشباب؟ تعرفت عليهم؟ تعرفون بعض من قبل؟ احنا تعرفنا على بعض عن طريق الانستغرام، كنا نشوف تقريبا شغلنا متشابه، فكنا نشوف بعض ونشوف صور بعض. انستغرام مثل ما تقول هو اللي جمعنا يعني، او عرفنا على حلوه. منافسه حلوه كانت بيننا يعني، ما في احد قاعد يقطع الثاني. لا 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 اكيد ما في احد. لا لا بالعكس، اشوفه افكر اني اسوي صوره احسن منه، وبالعكس هذا الشيء اللي طورنا خلانا نتجمع هالجامعه هذه. شوف انا اقول لكم الصدق، الناس مجتمعين عندهم الظاهر شركه
عندهم شيء يبون الموضوع الموضوع ما يخلى من المادة حقهم في النهاية ما في مشكلة في النهاية حق لكن إذا فيك تبي مدربين يبقى ما في هني عندنا الخمسة ذيلا يطلعون مع بعض بروح ما في لأن هذا اللي صار معانا تعال يا فلان قال أخوي إحنا الخمسة نطلع مع بعض قلنا هي الساعة المباركة حياكم والله نتمنى نجمعكم كلكم مع بعض وشكرا لو بيتم هذه الدعوة سر المادة وسر الدورات وبرا الكويت وداخل الكويت والشركة والأهداف والاتحاد وما شو يسوون شغلات كبيرة بعد فاصل نعرف إن شاء الله حياكم الله انا دائما شيء احب اتحرش معهم قبل نطلع الهواء بثواني لان عشان يحسون ان احنا مو على الهواء فتلاقي ياخذ راحته من تقول له هواء توقف كذي ما صار في سمت ها لا ما سمت تكلمنا عن موضوع جدا مهم للامانه وهي عمليه خلينا ننطلق معاكم من اخر شيء تطمحون يكون عندكم اتحاد عندكم نادي يجمعكم احنا الحمد لله عندنا الحين تقريبا شركه اسسناها احنا الخمسه اسمها حياكم شباب طبعا راحوا ياخذوا اسف على المقاطعه بس هني الفلاش وهني راح ميموري كارد ها مو ميموري كارد اسمها 11 ستوديو احنا اسسناها لان كنا نعاني في مثلا انت اي شركه بتجيني بتقول لي والله انا ابي اسوي صوره معينه فابي وصل احنا ما نقدر نعطيك وصل اذا احنا مو شركه رسميه انتوا الحين صرتوا شركه شركه رسميه اعتمدنا احنا الخمسه شركه رسميه معتمده عندنا فواتيرنا عندنا إيميلاتنا الخاصة عندنا رصيدنا عندنا حسابنا عندنا كل شيء يعني احتكرتوا بعضكم بعض صح؟ نقول احتكار؟ لا مو احتكار احنا الحمد لله رب العالمين يعني انت كلمة قلتها قبل شوي احنا ما جمعنا الا الحمد لله رب العالمين على قلب واحد وما بيننا اللي الناس قاعدة تشوفه اللي هو شو داش عليك تلتفت الناس شوف الثاني الحين عاد يروحون يسوون حركاتكم عاد اللي تسوونها هذه عاد شوف شو تطلع عاد الله يستر تالي حسابهم إيه؟ فالحمد لله رب العالمين يعني سالفة الحقد والأمور هذه ما هي بيننا وهي الحمد لله رب العالمين خلتنا اليوم وتشوفنا مع بعض جميل فسالفة الشركة يعني كرام أبو سعيد على ما تمه أحد الأسباب اللي خلتنا نلجأ أن نفتح الشركة السوق نفسه شلون يطالعك كفريلانسر لما تيجي أنت كشخص غير لما تيجي كشركة بالضبط مع أن الكواليتي نفسها القيمة نفسها بس ينظر لك أن الشركة دائما افضل وهذا شيء قاعد نعاني منه قبل كانت هنا شركات دعايه واعلان بالباطن يملكونها ناس اجانب الخ من الامور ياخذون من التصاميم بالباطن بسعر مو رمزي اقل من رمزي ويبيعونها بالاف مؤلفه برا اكتشفتوا هالشيء لما كنتوا كافراد ها بالصدفه بالضبط وبالصدفه تحصل يعني مثلا ها يقول ترى انا ملتزم ويا الشركه الفلانيه في المبلغ الفلاني اوف يعني يكون المبلغ خيالي واحنا ماخذين بالباطل فتات اي فتات فتات لليوم ما وصلنا للمبلغ هذا لليوم صار لي 50 اصور انا ربع ما وصلت اللي قال لي اياه خفت اصلا قلت انا بسوي هذا تركبت سالفه قلت انا ابغى اسوي وثاني يوم التسليم باكر التسليم كان اقول لك انسل الشغل عشان توهقون الشركه لا لا مو الشركه هو انت لما انا اتعامل معاك انت دايركت انا اكلم شاري مشاري يكلمك انت تكلم شاري مشاري يكلمني انا اكلم شاري مشاري وزي لميت لمتة يا تخليني اكلمه مباشر مو هو يبي مصلحته كوصيه انت انا الديزاينر انا بسوي الصوره خليه يحاشيني يعطيني المعلومات حقي انا صح انت تبي تصير وسيط ما توصل وين اللي هو يبي صوره يعني ما تلف وتدور السالفه وشغلنا ياخذ وقت طويل يعني وياخذ عليك المبلغ يعني اذا نقول ب 10000 دينار يقول لك والله ب 5000 انت سوا وهو ياخذ 5000 كان زين كان زين لا اذا 10000 يقول انت ما وصل حق اللي قال يقول لك 100 دينار مثلا على سبيل المثال فشوف يعني عطنا الصج اللي صار عطنا الصج اللي صار 30000 انا 1000 توصلكم والله العظيم الكاميرا هذه مو ب 1000 فهذا اللي عرفناه بالصدفه يا جماعه ترى اللي قاعد اشوفه مو رسم ولا فوتوشوب هذا صور صدق عثمان هذا عثمان ما شاء الله ها فوطه هذه فوطه انت دوختنا بالصوره هذه ما ادري هو يمشي ولا فوق تحت لعبتها كذي انها تلف من اكثر من زاويه لا تنشاف من ثلاث زوايا يا جماعه اللي يشوف يقول رسم ويقول لك 1000 دينار يلا 1000 دينار لا مو واحده 1000 دينار 1000 دينار 10 صور يعني لو الصوره ب 100 يعني للاسف طبعا هذا كل الحكي هذا للامانه عشان نكون بالصوره هذا قبل إيه احنا وعينا فهمنا السيستم وزاد السعر إيه لا لا كل واحد تعبه الانتاجيه قاعد نعطي خامه جدا كواليتي عالي الفكره بروحها ياخذ وقت يعني انت لما تجيني كشركه تقول لي والله انا عندي المنتج الفلاني
انت فكر لي فكره ابداعيه من افكاركم اللي انتم تسوونها. فمحتاجين ان احنا الفكره نفسها تاخذ منه وقت عشان ما تكون مقلده، عشان ما تكون مكرره، عشان ما تكون، عشان الشركه تاخذها هي تحطها في المكان اللي هي تبيه، يكون اكسكلوزيف لهذه الشركه. اكيد اصدار خاص بالشركه. مرات يعني حتى تعطي شيء ويقول لك لا بغير بعدل، تعال رد انت مره ثانيه عدل وغير، هم هذا ياخذ وقت، ياخذ مجهود، ياخذ تعب شوي، عرفت؟ ف شنو ادواركم بالشركه؟ عرفنا على ادواركم، يعني انت شنو منصبك بالشركه؟ انا مدير. ليش اضحكون؟ كانوا مو مصدقين، مو مقتنعين. اصغر واحد لازم يدلعوني. لا صح. لا انا رده الفعل كانوا شباب مو مقتنعين كيفهم. ما عندنا غصبون عليهم. جميله هذه الروح، لما حتى نوصل هذه الصوره حق اللي يتابعنا ان هذه الروح يا جماعه، ترى هم بالاستديو هم برا، هذه حياتهم. لذلك تشوفون هذه الافكار المجنونه، وراح تشوفون بعض الصور بعد معانا على الهواء ان شاء الله. لكن جد عبد العزيز، هل في الامر هذا بينكم؟ لا ما في. كلنا واحد. المدير خمسة. كل واحد مدير. أنا مدير. القرار كله بلجنة. كل مدير. إحنا ليش نستقنا مع مشاري وآخر شيء طلع التنسيق عكس. أنت عاد طلعت أنت الصج. أنت عاد ما رحت لحق مو المدير. ليش؟ هو واحد مو المدير. ليش؟ مو المدير. الحين أنا من الحين راح من الحين كم شيء. مشاري بالنسبة حق الأفكار، هل أنتوا الأفكار هذا تطلعون عليها من الخارج من خلال اطلاعكم، ولا أي أفكار تقعدون أنتوا تسوون عصف ذهني ما بينكم وبين بعضكم، تجلسون مع بعض وتفكرون، أم عندكم مطالعاتكم الخاصة فيكم الأفكار؟ يعني إذا كانت إعلان حق شركة معينة، أنا أخذ الفكرة منه ولا شنو المنتج ماله، وأقول له هو شنو يبي مثلا كفكرة، وأنا أطورها طبعا. يعني بمجال أنا شغلي يعني عندي تفكير بزيادة. إحنا الحين قامتينا الشركات قالتينا خمسة، فيبون نحن الخمسة في إعلان واحد حق منتج واحد، فشن نسوي؟ نقعد إحنا الخمسة كل واحد يقول شنو الفكرة تاليت له على المنتج بياله. فأنا مثلا أقول أنا بسوي كذي كذي كذي، لاقي مشاري يقول انا يعني انا بسوي، بس انا بسوي 1 2 3، عشان شنو؟ عشان نقدم 5 افكار مختلفه تماما، ما نكون كلنا فكره واحده. وبالبدايه اذا كانت فيها وقت مثلا كل واحد يسوي الصوره لحد يشوف شغل ثاني، نعم، اساس انه ما اخذ من فكرته. في شركات ترفضونها لبساطه المشروع، ما يستحق، ما يرقى انه يطرح فيه هذه الافكار. لا ماكو شيء رد، تقبلون كل شيء. لا صدق ماكو شيء، لو ترد شيء، لان شنو هذا شغل. تدعمون الشباب البدايه طريقهم؟ اكيد. انا اكثر واحد سويت مجاني. اكيد مجاني. لا هذا ما فيها، حتى لما صرتوا شركه. اي لا احنا ديباننا مفتوحه، ومو والحين عندنا شغل جايد مجاني، خمستنا مجاني للشباب المشروع. هو بارك الله فيكم، الوقت معاكم جميل وسريع، لكن ما ودي اختم الا لما اتعرف على طموحكم ان شاء الله لوين، وهل تطمحون يكون عندكم نادي يجمعكم كمصورين فوتوغراف بشكل عام؟ موجود هذا الفكره. والله شوف هو نادي، برنامج يجمعكم، برنامج تلفزيوني، والله شيء نتمنى. قعدنا كلنا اكثر من مره قلنا نتمنى ان احنا نسوي برنامج نستضيف فيه مصورين، نناقشه احنا في مجالنا التصويري، يصير مجالنا احنا يعني ساعه نناقشه، نعرف، نخلي الناس تفهم شنو شتر سبيد مثلا. انا اقول لك شنو شتر سبيد، انت كمتلقي توك على الكاميرا ما تدري شنو شتر سبيد الا اذا كنت تقاري او عارف الموضوع. من ابسط الشيء نبلش لين نكبر ويكبرون ويانا يعني الناس والمتابعين، نعرفهم شنو مجال التصوير. هو يستفيد والمشاهدين بعد هم يستفيد. وايد ناس مو فاهمه موضوع الكاميرا، موضوع الكاميرا جدا صعب. جدا صعب. ونمر النادي، راح تسوون نادي خاص فيكم يجمعكم اتحاد. اتحاد. احنا كشركة حقوق يحفظ حقوقكم. كان وادي موجود. احنا شركتنا تاخذ حقوق. ايه كان وادي موجودة. حلو. يقدر احد ينضم حق الشركة عبد العزيز كونك المدير؟ لا. ما تقدر. بعد اكثر من 5 ما يتحمل. عندنا واحد. مدير العود مالنا. صعب. مشاري النجم مشكور ما قصرت، بارك الله فيك، اللي تم التنسيق معه هو اللي سوى الامور هذه كلها. شكرا لك مشاري. المدير. اخوي عبد العزيز دويسان نمر مشكور، ما قصرت. مشكور استاذ عبد الله حماده، بارك الله فيك. ايضا الاستاذ عثمان مشعان مشكور، حياك الله. المدير العام الصوري عبد العزيز الشايجي مشكور، ما قصرت، بارك الله فيكم اخواني، وعسى الله يوفقكم. وفخور اني التقيت معاكم، شكرا جزيلا. كل الشكر لضيوفي الكرام، والشكر موصول لكم. حاضر كنترول، وصلنا للختام، وتصبحون على امن وامان في امان الله.